أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نصل فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في المدى: أزمة الدولار تتصاعد، واقتصاديون يحذرون من أن تخفيض سعر الصرف سيخلق اضطرابا في الأسواق. جاء في العربي الجديد: 3 قتلى في سقوط طائرة حربية على صالة رياضية غربية إيران. نتصفح في القدس العربي: كييف، هجوم إلكتروني على مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية. في عربي 21: اتفاق أمريكي روسي على عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية. بلومبرغ عنوانت: تركيز سعيد على توطيد سلطاته وإهمال الاقتصاد سيدفع لاضطرابات جديدة. وجاء في نيويوركر: أزمة أوكرانيا تثبت أن الحرب الباردة لم تنتهي بعد. ونقرأ بين طيات لوموند: على الرغم من انقسامات أوروبا وأفريقيا، تضعان أسسا تجديد العلاقة بين القارتين. أهلا بكم. عن قانون العنف الأسري في العراق ومتى يطبق فعليا، كتبت ثائرة أكرم العقيدي مقالا في صحيفة الميثاق الوطني، حيث قالت: مع أن الدستور الحالي في العراق يحظر هذه الممارسات وينبذ كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة، ولكن عندما يصطدم الدستور بأعراف العشائر والمصالح الحزبية البحتة فإنه يعطل ولا يعمل به. هذا هو الحال في العراق، ولذلك لا يوجد قانون عقوبات يجرم العنف الأسري إلا في قانون إقليم كردستان. ربما تعمدوا سن قوانين ضد العنف الأسري مما يؤدي إلى اختراق البنود الدولية وانتهاك حقوق الإنسان، وهذا ما يفضح الحكومات ويجعلها في موقف محرج أمام المجتمع الدولي. حالات العنف الأسري في مجتمعنا العراقي تتصاعد يوما بعد آخر، ولكن لا صوت ينقل معاناة المعنفين. وهذا ما دعا ناشطين وإعلاميين وحقوقيين ومفوضية حقوق الإنسان وفئات متعددة للمطالبة بإقرار قانون مكافحة العنف الأسري الذي لم يرى النور في برلمانات الاحتلال حتى هذه اللحظة. ويعتبر العنف الأسري من أقدم الممارسات التي ظهرت في المجتمعات الإنسانية، وهو مجموعة من التصرفات المسيئة التي يمارسها شخص على مجموعة من أفراد عائلته، سواء الأطفال أو الزوجات أو المسنين. وأشكال العنف الأسري متنوعة، فهناك الاعتداء بالضرب أو التهديد النفسي والعاطفي، وأسباب التعنيف متعددة، فمنها العيش في ظروف حياتية صعبة بسبب البطالة والفقر أو ضعف الوازع الديني والأخلاقي وانعدام الانسجام بين الزوجين في مختلف مجالات الحياة نتيجة سوء الاختيار والنشأة في بيئة تعتمد على العنف وإدمان المخدرات والكحول والاضطرابات النفسية. السلطات لا تتعامل بطريقة جدية صارمة إطلاقا مع حالات العنف هذه والانتهاكات، بل تغض الطرف عن هذه الانتهاكات خضوعا لرغبة بعض الأحزاب السياسية والعادات عند بعض العشائر التي تبيح تبرير العنف الأسري أحيانا كواجب وأمر حتمي، وتولد عن ذلك تولد إعطاء القوي في الأسرة حقوقا أكثر وامتيازات تعسفية أكثر من الضعيف المغلوب على أمره في الأسرة، وهذا ما نراه غالبا بين الأخوة والأخوات. ننتقل إلى الميثاق الوطني، ولكن نبقى مع مقال الكاتب ثائر أكرم العقيدي، تقول: لأن الأسرة هي أساس المجتمع ومصدر قوته وتفوقه، فإننا نؤكد على حقيقة أن العنف الأسري أكثر فتكا بالمجتمعات من الحروب والأوبئة الصحية، لأنه ينخر أساس المجتمع فيهده أو يضعفه. وبما أن أركان الأسرة ليسوا معصومين إطلاقا عن الخطأ، وهذه الأخطاء قد تنشأ داخل الأسرة وبين أفرادها، سواء كان الخطأ من رب الأسرة، الزوج أو الزوجة أو الأولاد،
فالأخطاء في بعض الأحيان تقود إلى المشاكل والصدامات داخل الأسرة، وهو أمر يحصل في بعض الأسر العراقية، إلا أن العنف أصبح الأسلوب الأكثر شيوعاً لحل تلك المشاكل، مما يؤدي إلى مصادرة آراء الآخرين وكبت حرياتهم ومصادرة حل المشاكل بأسلوب الحوار الهادئ الكفيل بإزالة أسباب الخلاف وحل المشاكل التي تنشأ في الأسرة. ويغيب عن الكثيرين أن العنف الأسري هو تهديد للمجتمع بأكمله، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، وأي شيء يؤثر عليها وعلى كيانها سيؤثر بشكل مباشر على المجتمع، سواء ما حيث الإصابات الجسدية أو النفسية والمعنوية التي يتعرضون لها بسبب العنف الأسري، ما يؤدي إلى تفكك الروابط العائلية والإحساس بعدم الأمان وارتفاع فرص ممارسة الشخص المعنف نفس المنهج مع عائلته، وهو ما يقود إلى ممارسات إجرامية. ولذلك فقد هزت حالات العنف الأسري الشارع العراقي في السنوات العشر الأخيرة حتى تحولت إلى ظاهرة بالمجتمع، والحالات التي يعلن عنها قليلة جدا مقارنة بالأعداد الحقيقية المكممة الأفواه بسبب الخوف وأعراف المجتمع القاسية، حيث تتعرض واحدة من كل 5 نساء عراقيات للعنف الأسري البدني بحسب دراسات منظمات حقوق الإنسان. والتعنيف في مجتمعنا وجدير بالذكر لا يقتصر على الطفل فقط، فهناك آلاف الحالات تتكرر يوميا من المعنفين الكبار، حتى أن يتقبل المعنف ظلما ويسكت لأسباب متعددة عليه، فإن ذلك يفضي إلى زيادة ممارسة التعنيف وتكراره. ولذلك لابد من تعديل وتفعيل قانون العنف الأسري في العراق حتى لا تتكرر المشاهد المروعة، كما رأينا زوجا يحرق زوجته، وأبا يحبس ابنه ويمنع عنه الطعام والشراب حتى الموت، وغير ذلك من المشاهد المروعة الكثيرة وحالات القتل التي تحدث كل يوم في مجتمعنا العراقي أمام المرأة ومسمع المشرعين الذين لم يفعلوا ما يكفي لإنقاذ الأبرياء والمظلومين من الموت المحتم. ننتقل إلى المدى، صناعة البطالة تزدهر في العراق. مقال للكاتب باسم عباس خضير يقول فيه: البطالة بمعناها الصحيح أن يكون الإنسان قادراً وراغباً للقيام بالعمل، ولكنه لم يجد فرصة يعتقد أنها مناسبة بالفعل رغم ما يبذله من جهد بهذا الخصوص. وفي هذا السياق بالتحديد نخص 3 عوامل، وهي القدرة والرغبة والفرصة. والقدرة هنا ليست بالضرورة معارف ومهارات اكتسبت من الدراسة أو التأهيل أو أي وسيلة أخرى ربما، وإنما ملائمة قدراته العقلية والبدنية في نفس الوقت والمهارية مع ما يمكن أن تتوفر من أعمال. ومن الأخطاء الشائعة في مجتمعاتنا وعند البعض هو تفضيل قدرات معينة على أخرى ليس لها رواج في أسواق العمل من باب التمسك غير المبرر. فقط يكون الفرد يمتلك قدرات علمية جيدة ومهارات متنوعة، ولكنه يفضل تحصيله الدراسي على ما يمتلك من قدرات. ورغم أننا لا نمتلك إحصاءات دقيقة عن عدد العاطلين عن العمل، إلا أننا نتوقع بأن الكثير من فرص العمل التي يشغلها العاملون من خارج سكناهم وإقامتهم من الداخل والخارج بالإمكان أن تشغل من قبل مستحقيها الأقرب في المكان والتوقيت، ولكنهم لم يستثمروها لأسباب أغلبها تتعلق بعدم القدرة على التكييف الصحيح للرغبات والقدرات بما ينسجم مع واقع الحال والأعمال. فهناك من لا تبعد عنه فرص الأعمال المهدورة خطوات أو أميال، لكنهم يشكون البطالة ويعبرون عن استيائهم منها بكل ما يستطيعونه من أشكال، وليس الهدف رمي اللوم على العاطلين في كل الأسباب والنتائج. فهناك جهات عديدة تتحمل وزر ما يحصل منذ سنوات، ولكننا نقول ذلك من خشيتنا عليهم
كون الوقائع الحالية تشير إلى أن الفرد مطالب بأن يتشبث بعمل معقول بدلاً من أن يكون منتجاً في صناعة البطالة. فالوزارات والدوائر تشكو الترهل والتضخم بنفقات الأفراد والتوجهات الاقتصادية لا تشير إلى أمل قريب في تفعيل قطاعات الأعمال. المؤكد حالياً أن البطالة ستزداد ومعالجتها تتعقد كثيراً وتحتاج لإرادة تتفوق بكثير على الموجود، بمعنى إن الخيارات باتت محدودة وتضيق والعمر يمضي ولا يعود، لذا فإن اقتناص الفرص أفضل بكثير من الحسرة على المفقود، ولا يعني ذلك الهدر بكرامة الإنسان أو المبالغة في العمل خارج القدرات، وإنما القصد من ذلك كله هو خلق فرص للعمل بمشاريع فردية جماعية ربما، أو اقتناص الموجود وعدم التعويل على التعيين والمكرمات لا في العام ولا المختلط ولا الخاص، فجميعها تمر بنفس الداء. وصناعة البطالة تزدهر أكثر وأكثر ما دام إخراج العمالة الخارجية تكتنفه الصعوبات، لأن الدولة لم تعرف عددهم بعد. نتصفح في صحيفة المدى ونقرأ مقالا للكاتب علي حسين يقول: حمل إلي الفيسبوك يوم أمس رسالة غاضبة من قارئ حول العمود الثامن ليوم أمس، وكان بعنوان: قتلوا الاقتصاد وأحيوا اللصوصية. يقول: يؤنبني فيه لأنني لم أؤمن بالنائب حاكم الزاملي، وهو يقسم بأغلظ الأيمان من أن مؤسسات الدولة ستعيش أحلى أيامها وأنها ستغلق أبوابها أمام اللصوص وسراق المال العام، حيث لم يخطر ببالي، يقول الكاتب، لم يخطر ببالي يوما أنني سوف أدخل في نقاش مع قارئ يملك ذاكرة سمكة. وكما أخبرنا العلم مشكورا فإن هناك مرضا اسمه ذاكرة السمكة، حيث إن صاحبتنا السمكة تعاني الضعف في مسألة الذاكرة. تذكرت السمكة المسكينة وذاكرتها المعطوبة وأنا أقرأ معلقات بمديح البرلمان الجديد ونائبه الأول السيد حاكم الزاملي، حيث يحاول البعض من خلال ذاكرة مثقوبة أن يوهمنا بأن السيد الزاملي لم يجلس في كرسي البرلمان سابقاً ولم يكن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية للدورة الثانية في مجلس النواب للفترة من 2010 إلى 2014، ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب في الدورة الثالثة، ورئيس لجنة التحقيق النيابية في سقوط مدينة الموصل عام 2014. ولو راجعت جنابك المنجزات التي حققتها لجنة الأمن والدفاع البرلمانية خلال سنوات عمرها لاكتشفت ما هي المشكلة التي نعاني منها، إنها أيها السادة ذاكرة السمكة التي تنسى ما جرى من خراب خلال السنوات الماضية. يقول الكاتب: لست ضد محاسبة وزير المالية إطلاقا، ويبدو أن البعض لا يقرأ لأنني كتبت عن تخبط الإجراءات الاقتصادية ولا ضد صحوة الضمير المفاجئة لمجلس النواب. أنا ضد إطالة الخراب وتفاقم الفوضى والدور السلبي للمواطن الذي يريد له البعض أن يتحول إلى رقم انتخابي فقط. جاء في العربي الجديد: حكومتان في ليبيا ماذا بعد؟ مقال الكاتب معن البياري، حيث تلقى الليبيون يقول الأسبوع الماضي من غير هيكل سياسي في السلطة وحوافها في بلدهم حزما من التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى ثورة 17 من فبراير التي خلعت بعون من الناتو معمر القذافي، بعد جولات للقتال مريرة استغرقت شهورا تقريبا. وقال المجلس الرئاسي في بيان تهنئته هذه: إن الثورة قامت من أجل عزة الشعب الليبي وكرامته وحريته وتحقيق العدالة الاجتماعية فيه وإرساء دولة ليبية مدنية أساسها القانون والمساواة.
لن تستطيع أيا كانت مستويات متابعتك الأزمات الليبية المتعاقبة أن تحسم في الأسباب التي دعت عقيل صالح بدفع من مصر وغيرها على الأرجح إلى الخروج على حكومة الوحدة الوطنية التي أنتجتها تفاهمات اجتماعات تونس وجنيف برعاية الأمم المتحدة. بعد شهور من مراوحات ما بعد وقف الحرب العدوانية التي شنها على طرابلس خليفة حفتر، وقد أراد هذا بقوة النيران والقذائف والمسيرات الصينية وغيرها السيطرة على العاصمة فيصير رئيس الأمر الواقع، وذلك قبل أن يرتد ويهزم بفعل طائرات البيرقدار التركية والدعم العسكري الثقيل السوية الذي وفرته أنقرة لحكومة فائز السراج في حينه. وهذا هو حفتر يساند حاليا تولي باشاغا رئاسة الحكومة ويدعم ما أقدم عليه مجلس النواب في طبرق، ما قد يعني أن بواعث محض فردية بغرض السلطة وليس غيرها تفسر الانعطافة التي صار عليها باشاغا وزير الداخلية الأسبق وغريم حفتر سابقا. يقول الكاتب: يكاد يكون مستحيلا استقرار ليبيا على مسار سياسي واضح يتجه إلى حل كل الإشكالات القانونية والسياسية والدستورية والتي لم يستطع الاتفاق السياسي الموقع في الإسخيرات في عام 2015 حسمها، ولا أمكن لكل المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تتالت في روما وبرلين وغيرهما من الدول أن تأخذ ليبيا إلى أرضيات قارة تنبني عليها معادلات لبناء الدولة الليبية المشتهى، ولا تيسير للقاءات الليبية في بوزنيقة وجنيف وطنجة وتونس وغيرها أن تنهي متاهات البحث عن جمهورية ما بعد جماهيرية القذافي. يكاد هذا كله يكون مستحيلا. في موقع عربي 21 نقرأ مقالا للكاتب الشفيع خضر سعيد في السودان، يقول: الاعتقال الاستباقي هدفه الحد من المواكب وإضعافها، ولكنه لم يفلح ولن ينجح، ومجابهة المواكب بالعنف الدموي حد سقوط الشهداء لن ينكسر ولن يكسر شوكة هؤلاء الشباب. أما كون إرادة الشعوب لا غالب لها فهذا قانون موضوعي، بمعنى سيؤدي فعله شاء الجالس على كرسي السلطان أم لم يشأ، متقدة ذاكرته أم فاقدها. ومن الظواهر المعروفة حد البداهة أن كرسي السلطة يتسبب في إصابة معظم من يجلسون عليه بضعف الذاكرة أو عمى البصيرة. فبالأمس القريب جداً كان نظام الإنقاذ يفترض أن الاعتقال والتعذيب الممنهج لمعارضي وتلفيق الاتهامات لبعضهم تمهيدا لتقديمهم لمحاكمات لا علاقة لها بالعدالة، كان يفترض أن ذلك سيقيه ضربات هؤلاء المعارضين وسيطيل من عمر جلوسه على كرسي السلطة، ولكنه تهاوى وسقط بفعل إرادة التغيير المعبر عنها سلميا بسلاح هتافات الحناجر. ضعف الذاكرة تمكن من أهل الإنقاذ وهم جالسون على كرسي السلطة، فعميت بصيرتهم عن إدراك الحقيقة التي سطعت بها التجربة البشرية التاريخية والراهنة المعاصرة والقائلة بأن التعذيب والاعتقال لن يحمي من السقوط ولن يهزم إرادة الشعوب متى ما قررت التغيير. يقول المقال: ولعل في قمة هذه الأحداث الجسام انشطار الوطن إلى دولتين واستدامة الحرب الأهلية حتى توطين الموت الجماعي في ربوعه، والكارثة هنا التي تعصف بالبلاد اليوم حد التهديد بسقوطها، وحتى اللحظة مستمرة، ربما لا نستطيع أن نلزم بأننا على دراية كاملة بحال من حال أي من هؤلاء الساسة والزعماء و قادة الرأي هناك، وكيف سيعبر كل منهم عن وقفته الخاصة مع الذات. وفي خبرنا اليوم: أردني يصنع جهازا يساعد مرضى الشلل. لا يحتاج الإنسان إلى إمكانية كبيرة للعطاء، فمن أبسط الأشياء يستطيع أن يحقق ذلك عبر حسن اختيار الفكرة وتسخير
كل ما هو متاح لإنجاحها. الأردني منير الزواهرة 42 عاما استطاع ومن خلال مواد أولية أن يعيد الأمل لعدد من المرضى ممن يعانون من شلل رباعي غير مكتمل عافاكم الله، ويؤكد بأنه مع وجود الإرادة فلا شيء مستحيل. يقطن الزواهرة في منطقة بيرين التابعة لمحافظة الزرقاء وسط البلاد، وهو متقاعد من الجيش وحصل على العديد من الدورات المتعلقة بإعادة التأهيل والطب الرياضي والإصابات. تلك دورات وما عززته من خبرات ودراية لدى الأربعيني الأردني كانت سبباً في إنجاح فكرته والمتمثلة بتصميم جهاز أولي الصنع يساعد مصابي النخاع الشوكي على استعادة الحركة من جديد. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.